ننتقل بقى لحاجة تانية ورياضة يعني خلينا نقول المنتشرة في مصر من الثلاثينيات ومصر متألقة فيها جدا، لعبة الاسكواش اللي بيسموها رياضة اللياقة والسرعة والتركيز. هي من الألعاب اللي ليها فوائد كتيرة جدا، عشان كده نقدر نقول ان أسر كتيرة بتحرص ان أولادهم يلتحقوا بيها. يعني أعتقد ان هي مهمة. احنا هنروح نشوف تدريبات كده للناشئين في الأهلي تحديدا ولعبة الاسكواش، وبعد كده نرجع نتكلم شوية عن هذه الرياضة. اتفضل. احنا بنبتدي نمرن اللعيبه، يعني بالمناسبه ان النهارده احنا عرفنا ان الاتحاد بصدد يبتدي السيزون بتاع السنه دي. هيقيم ثلاث بطولات، بطولتين اسمهم بطوله الاتحاد وبطوله الجمهوريه. فالتمرين بيتكون من ان احنا في تمرين فردي مع المدرب، وبعدين بنعمل مباريات ما بين اللعيبه وما بين بعضها، دي اللي من خلالها بنكتشف الاخطاء اللي كل لعيب بيعملها ونبتدي نصلحها في اليوم اللي بعده مع المدربين، وبنبتدي نوجههم من وهم بيلعبوا في الماتشات دي على الاماكن اللي لازم يلعب فيها الكره المظبوطه، اتاخر قد ايه مضربه مثلا، ما ترفعش، كل الحاجات الفنيه دي بنبتدي نوجههم خلال البطولات. بنحضر اللعيب نفسيا ان هو لازم يبقى عندنا بطوله، لازم اللعيب اللي احنا شايفين ان هو هيكسب البطوله بنلعبه ماتشات كتيره وبنلعبه ماتشات، ونبتدي نوجهه، وحتى لو خسر الماتش نبتدي نتكلم معاه ونشوف ايه هو كان حاسس بايه، هو متضايق من ايه. يعني الموضوع النفسي ده موضوع كبير، وفي ناس متخصصين معانا برضو في الموضوع النفسي ده. اللاعبين بيستعدوا عن طريق ان احنا بنمرنهم بنمرنهم كل واحد تمرين لوحده في الناشئين، وبعد كده بيخشوا يلعبوا جيمز. طبعا قبل كل الكلام ده بيبقى عندهم ساعه فتنس مثلا، من ساعه لساعه الا ربع بيلعبوا جيمز الولاد مع بعض عشان يبتدوا يخشوا في مود البطوله، وهم سنينهم قريب من بعض، فدايما بيبقى في واحد بيلعب مع واحد مستوى اعلى شويه وبعد كده واحد اصغر، بس هي بتبقى ماشيه كده. الاستعداد بيبقى نفسي اكتر ما بيبقى يعني في سكواش اكتر، بعد ما هو بيبقى في فتره اعداد، بيخلص فتره الاعداد تمام، بيخلص كل حاجه بتبقى بدني، بعد كده الموضوع بيبقى نفسي بقى، نبدا نتكلم مع اللعيب لحد ما يبقى يعني مؤهل اللي هو يدخل يلعب الماتش او البطوله. بدنيا بيبقى في فتنس وسكواش اللي هو بيبقى يدخل بقى يلعب معايا مثلا بيبقى تمرين النادي، بعد ما يخلص النادي بيدخل التيم تريننج يلعب جيمات، بنبص عليه ونشوف اخطائه وبعدين نقعد نصلح فيها وهكذا لحد ما كل حاجه بتبقى تمام في اللعب عموما. يعني عموما النادي الاهلي مختلف في كل حاجه، عموما التنظيم والاداره واللعب والتمرين بيبقى في كل حاجه متاحه للعيب، مش محتاج يعمل اي حاجه بره خالص، كل حاجه بتبقى متاحه هنا، التمرين مع التيم تريننج مع الفتنس، فكل حاجه بتبقى موجوده هنا، فهو مش محتاج يعمل اي حاجه بره غير النوادي الثانيه. معظم النوادي الثانيه بيبقى في حاجات ناقصه كتير، لكن الموضوع في النادي الاهلي بيبقى متكامل من جميع النواحي. لازم يبقى ليا تمرين فردي في الاول لوحدي، بعد كده ابدا العب جيمات مع زمايلي، مثلا لازم العب مع سنجل، ما ينفعش نلعب كتير يعني مع بعض عشان نعرف نظبط الدنيا، يعني عشان ان شاء الله اكني العب في الماتش بالظبط بس. فهو ده يعني لازم انام كويس واكل واتمرن كل يوم، وهو ده اللي بستعد يعني اي حد. هو دلوقتي لسه هيبعتين يعني ايميل اللي هيبداوا يوم شهر 3 تقريبا بطولات محليه، بس لسه مش عارفين امتى بالظبط، لكن ده ليه ما فيش غير هي الحاجه الوحيده اللي ثابته اللي هي بطوله العالم ان شاء الله هتتعمل في مصر يوم شهر 7 ان شاء الله اللي جاي. لازم طبعا بيعملوا لي برنامج، طبعا كل لازم امشي على برنامج معين، يعني مش زي اي تمرين عادي، يعني مش زي دلوقتي مثلا، دلوقتي عشان ما عندناش حاجه فبنتمرن بس، لكن عشان عرفنا خلاص بطوله العالم اتاكدت وكده لسه بقى بيعملوا برنامج ازاي اتمرن كم مره كم ساعه، اتمرن ايه على الحاجات الغلطات اللي عندي، مش يعني مش بتمرن على اي حاجه. احنا بنتمرن جيمز كل يوم وفي فيتنس كل يوم، وبننزل نحضر وشغالين وبنتمرن ومستنيين البطولات تيجي، بس هي ازمه كورونا هي اللي معطله كل ده. 6 ايام في الاسبوع، هو يوم الجمعه بس اللي اجازه، من الساعة مثلا 3 لحد الساعة 8 بالليل كل يوم بقى كده ما عدا يوم الجمعة مع الفيتنس. بيحمسنا ويفضل يقول لنا، يفضل مثلا يحمسنا ويخلينا نلعب حلو، وازاي نقابل اللي قدامنا ما نخافش منه الكلام ده. ألعب مع ناس في سني اللي هو علشان أبدأ أساعد
للبطولات، فببدا العب مع الناس وابدا احسن في مستواي وابدا اشوف ايه الغلطات اللي انا بلعب عليها وايه الحاجات الكويسه وابدا ارفعها، وببدا ولازم جيمز كتير واتمرن جامد علشان اخش في البطوله واعرف العب كويس. هو فيتنس بيبقى ساعه كامله، بعديها بنخلص فيتنس، بعديها بنروح تمرين نلعب مع بعض، نبدا نلعب مع بعض ماتشات، وبعديها بقى نبدا نلعب مع بعض لمده 4 ساعات. النادي بيجهزنا يعني بدنيا، وعندها كذا مدرب فيتنس، وكابتن شيرين مدير فني مهتم بينا كلنا، ويعني هو لحد دلوقتي مفيش بطولات بس احنا كلنا بنتمرن ودايسين يعني على نفسنا جامد، ونعمل اقصى حاجه يعني ممكن نعملها لو في ان شاء الله بطوله او حاجه قريبه ان شاء الله. كل كابتن يعني خاص يعني بيكلم اللعيب بيقول له المفروض يعني يتمرن كويس، وبيكلمونا في ان هو يعني المفروض نشد برضه على نفسنا. هو لحد دلوقتي فعلا مفيش بطولات بس هو لازم برضه نكون مستعدين كويس ونتمرن كويس برضه عشان نكون برضو مستعدين لأي حاجة يعني. جميل جدا اللي احنا شفناه ده، والاهتمام برياضه الاسكواش تحديدا. وزي ما كنت بقول لحضراتكم احنا يعني عندنا رياده في هذه الرياضه بشكل كبير جدا في مصر، وهي موجوده في مصر من ثلاثينيات القرن يعني الماضي، سامي لمعت مصريه كتيره جدا عالميا. يعني احنا بنتكلم المصنف الاول عالميا محمد الشرباجي هو مصري، اخوه كمان مروان الشرباجي من المصنفين الاوائل عالميا، عندنا كمان رامي عاشور، عندنا اسامي كتيره جدا على السيدات، كمان عندنا نور الشربيني، عندنا رنيم الوليلي، وعندنا اسامي كتيره نوران جوهر، يعني اسامي كتير قدرت ان هي تلمع وكمان يعني تصعد باسم مصر في المحافل الدوليه. اعتقد حاجه محترمه جدا، واحنا اكيد سعداء بان اسامي مصريه زي كده بتنور عالميا. الحقيقه مصر مفيش ذره شك انها متفوقه جدا في هذا الاطار، ويمكن من الرياضات اللي اترفع من خلالها علم مصر في كتير جدا من البطولات الدوليه المختلفه، رياضه الاسكواش رجال وسيدات، وعشان كده الواحد بيبقى فرحان قوي وهو بيتفرج على تدريبات للنشء بقى. صح. الجيل الجديد بقى، انت لسه جايين بقى ايه على نظافه عشان يدعموا النجاحات السابقه لكل الاسماء اللي انت ذكرتي البعض منها كمان. احنا عندنا فعلا في دنيا الاسكواش يعني عندنا تفوق ملحوظ على المستوى العالمي بالمعنى الحرفي، مفيش على فكره اي مبالغه في الكلام اللي بيتقال.